في الفترة الأخيرة بقينا بنشوف ارتفاع في نسب وفيات نتيجة الأزمات القلبية، وللأسف بقى بيروح ضحيتها كتير من الشباب مع زيادة الإصابة بأمراض القلب. الحقيقة جزء كبير من جهود إنقاذ المرضى مرتبط بالوعي بأعراض المرضى وإعطاء وأعراض الأمراض وأزمات القلب، وإزاي نقدر نكتشفها سريعا، إيه ممكن تكون طرق الإسعاف الأولية كمان علشان نقدر نتعامل مع المواقف. بكل تأكيد هنتكلم عن كل هذه التفاصيل مع دكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، استاذ منى، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اهلا بيك. في البدايه بقينا نشوف انتشار امراض القلب وخصوصا بين الشباب، يا ترى ايه اسبابها يا فندم؟ طيب احنا الاول نيجي نتكلم ايه الـ 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 الامراض القلب اللي بتحصل واللي بتؤدي بتكون السبب الاساسي لحدوث الوفيات. النوبات القلبيه عشان نعرفها بسرعه كده، ان في شرايين القلب التاجيه بيحصل فيها انسداد. الانسداد ده حضرتك بيسبب تلف في خلايا عضلة القلب، والانسداد دوت سببه ايه؟ سببه ان بيحدث تراكم في الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول، بتحدث تفاعلات داخلية فيها بتؤدي في الاخر الى حدوث جلطة دموية بتسد هذه الشرايين. طيب الـ نيجي بسرعة كده ونتكلم عن أعراض النوبة القلبية عشان برضو نعرف الناس بسرعة إن أي ألم في الصدر ياريت يعني ناخده يعني بجدية، وإن احنا بسرعة نتجه للطبيب، ومحتاجين بس فحوصات بسيطة عشان نعرف إيه هذا الموضوع. طيب النوبة القلبية طبعا أعراضها إن بيحدث ألم في الصدر، ويبقى ده عبارة عن يعني ضغط أو تقل أو قالب طوب على الصدر، أو في ألم بيعصر، أو والوجع ده ممكن بيمتد إلى الكتف أو الذراع، ممكن يطلع فوق الرقبة. يعني مش مكان القلب بس؟ لا، ما احنا هنا لا مش مكان القلب طبعا، لا هو 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 بيحدث بيبقى في منطقة الصدر كلها، وبتبقى فيها هو ألم رهيب. قد يكون سكاكين في الصدر نفسها، أو قالب طوب، أو حاجة ضغطة جامدة على الصدر. وممكن برضو حضرتك إنه يجي بألم في فم المعدة نفسها، عشان كده برضو مش عايزين نستهين عشان ما نخلطش بين إن يكون فم، يقول لك ده فم المعدة ده إيه، التهاب في المعدة مثلا أو حاجة. مرضى القولون كده هيتوتروا. لا احنا بس ناخد بالنا ان انا في الحاله زي دي لازم اطمن على قصه القلب، بس دي بيبقى معاها مصاحب حاجات تانية حضرتك، يعني مش كل الم في المعده هيجي لي يبقى معناها كده، لا بيصاحب معاها عرق طبعا بارد جدا، ارهاق، دوخه، غثيان، ضيق نفس، هو الم لا يطاق عموما. يعني في النساء بيبقى الاعراض فيها غير نمطيه خالص، قد يكون الألم بسيط وممكن يكون بيمتد إلى الرقبة. برضو حضرتك علشان نشوف كده إن ممكن الألم ده أو ممكن النوبة القلبية بيتبعها أعراض ما قبل النوبة، ممكن الأعراض دي تكون قبلها بساعات، قبلها بأيام، قبلها بأسابيع، إن أنا بحس كده بشعور مستمر إن في ألم في الصدر. كويس، يبقى هنا أو ضيق نفس كده إيه يعني متوالي، فلازم ان انا على طول اتجه الى الطبيب واعمل حاجات بسيطه جدا، رسم قلب وموجات صوتيه على القلب عشان اطمن على القلب بتاعي. ده في حاله ان هي لها علاقه بالازمه القلبيه. احنا بقى بنبقى مش عارفين الفرق بين الازمه القلبيه، مش عارفين الشعور بعد الشر ربنا يشفي كل الجلطه، مش عارفين الذبحه الصدريه، كلها حاجات احنا بنبقى متخيلين انها وجع في الكتف. كويس، هنا 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 حضرتك ده فايده الكشف الدوري، ان انا لازم اعمل كشف دوري مستمر. طب لو حصل حاجه زي كده انا مش هعالجها في البيت، انا لازم اتجه بسرعه. الحمد لله الدوله موفره النهارده خدمه كبيره جدا، المبادره الرئيسيه دعامه الحياه. دعامه الحياه هنا حضرتك ان الدوله بتتكفل بهذا المريض من اول لحظه، الدول المتقدمه دلوقتي من اول حدوث الالم لحد ما دخل للتدخل، سواء كان التدخل العلاجي بادويه مذيبات الجلطه او بالقسطره العلاجيه، ده بيحسبوها بالدقيقه دلوقتي، لان كل دقيقه بتمر لها مردود على صحه الانسان. عشان كده مصر الحمد لله اهتمت بهذا الموضوع، وكانت المبادره الرئيسيه وبالمجان
ان الاسعاف بيجي لك لحد عندك، ان 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 جوه الاسعاف بيتعمل رسومات القلب، بيتم على طول الاتصال بالمستشفى اللي هي جاهزه 24 ساعه علشان خاطر تستقبل هذا المريض، وبيتم التدخل في الحال. هنا احنا بننقذ انسان من بتدخل السريع جدا جدا وقبل ما تحدث له اي مضاعفات. انما طب انا اعمل له ايه بقى في البيت؟ لو هو مريض فعلا معروف ان هو بيعاني من امراض معينه زي الضغط والسكر وعنده سمنه، وهو عارف ان كوليستروله عالي او كده، في رصده بتتحط تحت اللسان، بيبقى الطبيب معرفها له دي على طول، دي بتوسع الشرايين لحين ان انا اوصل بسرعه على الـ 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 اتصل بالاسعاف ان هو يجي لي. طب انا لقيت المريض ده حضرتك واقع قدامي، لا في نبض ولا في تنفس، هنا لابد ان انا كلنا نتعلم الانعاش القلبي حتى في كل مكان. يعني احنا جايز عملنا مبادره ان احنا نعمل مبادره انقاذ الرياضيين من الموت المفاجئ في الانديه الرياضيه، ان 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 حتى العامل من بدايه، من العامل اللي واقف على البوابه للمدرب لكل اعضاء النوادي، ان هم ازاي يتعاملوا مع مريض وقع فجاه على الارض لا في نبض ولا في تنفس، يبقى هنا انا بعمل له انعاش قلبي، وده بيبقى منقذ للحياه لحين ان انا اتصل بالاسعاف. وفي اجهزه الصدمات الكهربائيه بتبقى موجوده في الانديه الرياضيه دلوقتي، وجايز برضه وزاره الصحه مشكوره اطلقت اخيرا مبادره في هذا الاتجاه. طيب دكتور علاء، ليه دايما الذكور اكثر عرضه لاصابه امراض القلب من الاناث؟ اولا طبعا السيدات والاناث كلهم ربنا احبهم طبعا بهرمون الاستروجين، ده بيحميهم من لحد فتره كبيره من جلطات القلب، بعد كده الدنيا بتتساوى في حدوث الاصابه. انما نقدر نقول ان هناك عوامل اخرى كثيره جدا لابد ان احنا برضو نشوفها. احنا كل ما نتقدم في العمر كل ما بيكون هنا نسبه الايه، نسبه حدوث الاصابه يعني نسبه اكبر. المدخنين دي مهمه قوي قوي قوي، جايز انا شايف صوره اهوت الرياضه، احنا ما عدناش بنمشي خالص حضرتك، يعني حتى صحيح. في الكره المصريه النهارده الوسائل الجديده في النقل التوك توك وغيره على طول ما عادش في حد بيمشي. منظمه الصحه العالميه هنا اوصت ايه حضرتك؟ لابد ان احنا كل يوم نمشي 30 دقيقه على الاقل. 30 دقيقه دول حضرتك لهم مردود طيب جدا جدا على عضله القلب، مردود طيب على الوزن نفسه، مردود طيب على الكوليسترول، مردود طيب لو كان في سكر. ده حتى بمناسبه كلام حضرتك عن الحركه والمشي وكده، كانوا زمان ينصحونا ما نطلعش في الاسانسير كتير، لو في فرصه نطلع على السلم. دلوقتي بدأنا نشوف بعض الناس تقول ان الطلوع على السلم هو كمان بيؤثر بالسلب على عضلات القلب. بص حضرتك، ده بيؤثر في حاله واحده بس، لو كان في حضرتك انا اساسا مريض قلب، انما لو انا سليم لا يؤثر طبعا. من ضمن عوامل الخطوره حضرتك برضو ان انا لو كان في تاريخ عائلي لحدوث اصابه قلبيه في الاسره نفسها. الحاجة التانية يا ريت برضو نصيحة، ان احنا كلنا في عندنا ارقام معينة لازم ايه ناخد بالنا منها. اولا لازم ايه رقم الضغط، اقيس ضغطي اشوف هو كام، اشوف السكر بتاعي، اشوف الايه عشان يعني كان في مبادرة رئاسية برضو بتاعت 100 مليون صحة، اكتشفك اعداد كبيرة جدا هم مش عارفين كويس، او نبهتنا ان احنا لابد ان احنا نقيس ضغطنا، لازم برضو اشوف الكوليسترول بتاعي او الدهون كلها على اساس ان انا ما اوصلش لحاجه زي كده. السمنه دلوقتي بنعتبرها مرض من امراض القلب ومن ضمن العوامل الخطوره الكبيره جدا جدا. الحاجه الكبيره جدا التوتر، احنا دلوقتي يعني تحس حضرتك ان بتزيد نسبه العصبيه ما بين في المجتمع، ودي من ضمن الاسباب الكبيره جدا على حدوث الجلطات. ده استكمالا لكنا لسه بنقوله في الفقره السابقه، القلق الكتير والتوتر الكتير خصوصا في ايام الامتحانات، مع كمان الناس اللي بتهمل في شرب الميه خصوصا في فصل الشتاء، اعتقد يعني ده ممكن يكون من المؤثرات. ربنا يحفظكم كلكم. كل الشكر ليك الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والاوعيه الدمويه، شكرا جزيلا.